قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا محمد يا أبا الحسن العسكري، أيها الهادي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. أدمى الفؤاد وفت في الأحشاء، ألماً وأحزاناً مصاب الهادي. أدمى الفؤاد وفت في الأحشاء، ألماً وأحزاناً مصاب الهادي. هو خير نبع من معين محمد، زاكي الأرومة طيب الميلاد، وإمام حق بالحقائق ناطق، ولسان صدق صادق الإرشاد، سطعت مناقبه بآفاق الهدى، شهباً وقد جلت عن التعداد، وبدت لهرثمة
بوادر نورها، يعني بدأت كرامات الإمام منذ هجرته من المدينة إلى أن استقر في سامراء. هذا والكرامات مع الإمام في مسيره. آه وبدت لهرثم بوادر نورها يوم السرى بمفاوز وبوادي، فسقاه في الصحراء معجزة له، فسقاه في الصحراء معجزة له من العذب من السلسال وهو صادي، ونزوله برك السباع مصليا فيها بمرأى أعين الحساد، والروض في خان الصعاليك الذي أبداه مزدانا من الأوراد، وشفاؤه الداء الذي يكون تتوسل بالإمام. إذا الإمام الهادي من بركاته على هذا اللعين المتوكل، لما طلع به ذلك الداء لم يهتدي إلى علاج دائه إلا بواسطة الإمام الهادي. شوف كرم الإمام على قاتله أو من يسعى لقتله، وإذا به يعالجه. إحنا باب أوله نلجأ إلى سيدنا كهفنا ملاذنا، ولذلك قال في حديث عنه: ضمنت لمن دعا بهذا الدعاء في مشهد الإجابة. دعاء قصير اسمه دعاء الاعتصام. إذا دعوت به عند الإمام الهادي، دعاء قصير سطرين مو أكثر، إذا دعوت به عند الإمام فيه الإجابة. وشفاؤه الداء الذي أعيا على المتوكل المترادي. هذه الفضائل قطرة من بحره رشحت من الأمواج والأزبادي، خفيت على الأعداء ظهرت إلى الأعداء بعد خفائها، فرموه بحقدهم أهل الأحقاد، فسقوه من قوس الضغائن سمهم، فسقوه من قوس الضغائن سمهم، وأصابوا أقصى منيتين ومرادين، فقضى بسامر الرايا مسموم الحشا في قلة مشبوبة الإيقاد، عزلها حوت بدر سامرا، عزلها تنوح تلطم الشيعة، عزلنا الهادي مهجته بالسام
عزلها يا وصل صارت أحق ربي البرية يا بالله وصل صارت أحق ربي يا البرية يا الهادي الهادي أنا الزهراء وأبويا النبيل هادي وما يوم الحزين عني هادي وتجدد يوم سموا علي هادي كم ضلعي وذكرت اش صار بي اي بالله الا كم ضلعي وذكرت اش صار بي يا صفني مرة يا ولمر الفرح على روحي مرة والفرح ما طار على روحي مرة يا وقضيت وسقى وولاد سموم مرة يا ومصاب الهادي شعل بي اي بالله ومصاب الهادي شعايا يا قلبي لشتتت يا دهر الخنايا عصبة الأمجاد طيبة حوت لابا وارض الطف لولا منهم ابسام الرقضا منهم ببغداد وما الرضا يا طوس وأديتي لهنا أنا مدريش جنيت في دهاركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتي وش لك عليهم يا دهار حتى استوفيت ما دوبك إلا يا دار منهم ما خد قضى ولا بلد إلا يومين ها فيهم رمو منهم جماعة بكربلاء اندفنوا بلارو وياهي مصيبة مصيبتين مدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين قال سيدنا ومولانا الإمام الهادي عليه أفضل الصلوات والسلام إياك والمراء فإنه أس أسباب المغالبة وفي المغالبة القطيعة هذا من ضمن توجيه الإمام وإرشاد الإمام سلام الله عليه للجماعة المؤمنة
في ضمن بناء الكتلة الصالحة وبناء القواعد الشعبية للإمام ورعاية الجماهير المؤمنة من قبل الإمام، له توجيهات أخلاقية متعددة. أساساً هناك منهج اتخذه الإمام سلام الله عليه لرعاية أتباعه ولرعاية الأمة الإسلامية بشكل عام. كل إمام من الأئمة له دائرتان من النشاط، الدائرة الأولى العمل على الجماعة التي تؤمن بإمامته من أهل مذهب أهل البيت، وأيضاً الإمام ما يغفل عن الدائرة الثانية وهو رعاية الأمة بشكل عام، من يؤمن بإمامته ومن لا يؤمن أيضاً بإمامته، لأن هناك شرائح مختلفة في الأمة قد تقدر أهل البيت بمستوى من التقدير والاحترام وإن لم تكن تؤمن بإمامة الإمام كما نؤمن بها نحن. عنده نشاط على المستويين، هذا كل إمام من الأئمة يقوم بهذا الدور. طبعا عطفهم ورأفتهم وإشفاقهم حتى على من عاداهم، هذا من ضمن في الواقع نشاط أئمتنا سلام الله عليهم، ولذلك يدرس نشاطهم في الدائرتين. احنا نتكلم في الدائرة الأولى، كيف رعى الإمام قواعده الشعبية؟ هذا يحتاج المنهج حتى نعرف ملامحه ونعرف نوعا ما تحديداته والإطار العام الذي يمكن من خلاله أن نعرف هيكلية هذا الاهتمام والرعاية والتوجيه. أن نذكر بعض المصاديق وبعض الملامح في الواقع العملي الذي من خلاله يتبين لنا عمق هذا المنهج ولو بشكل سريع. طبعا أيضا قبل ذكر هذه العلامات وهذه الخطوط، لابد أن حتى يتبين عمق المسألة، لابد أن نعرف حجم الخطر الذي كان يتهدد هذه الشريحة المؤمنة. يعني الإمام لما نقول يرعى هذه الشريحة ويهتم بها ويوجهها ويرشدها، إنما يكون ذلك لصيانتها من الأخطار المحدقة بها. إذا نحن نفترض أن هناك خطر كبير يريد أن يلتهم هذه المجموعة المؤمنة، يريد أن يصفيها، أن يقضي عليها، فهي في معرض التآكل وفي معرض الإضمحلال والتضاؤل إلى أن تكون قلة يمكن إعدامها وتصفيتها. هذا كان خطر بهذا المستوى، وأول ما عملوا عليه في هذا الاتجاه تقويض الشخصية الروحية لهذه الجماعة، تقويض المعالم الفكرية لهذه الجماعة بتذويبها وتضييعها، وهذا لا يتم إلا بفصلها عن قيادتها. فأبعدوا الإمام سلام الله عليه من مدينة جده وبقي في سامراء إلى آخر حياته، يعني 21 سنة أكثر، تحت رقابة الدولة العباسية في السجن إما الكبير في نفس منطقة العسكر، وإما في الدويرة التي هو فيها، وإما في السجن الخاص. قضى الإمام هكذا حياته بعيدا عن قواعده الشعبية، لا يتصل بأحد من الشيعة. شلون واجه الإمام هذا
هذا الوجود يعني الخطر المحدق به وبقواعده الشعبية. أول أمر عمد إليه أنه وجه مجموعة من الناس كوكلاء، عمل على شبكة جدا رصينة وقوية من الوكلاء، هؤلاء لهم وظائف الإمام، يقومون بعدة وظائف يقوم بها الإمام، كالإرشاد والتوجيه والتعليم والتربية ورعاية الناس الفقراء من خلال نظام الوكلاء الذين يستلمون الأخماس ويوزعونها، غير التي يحملونها إلى الإمام، يستلمون الحقوق الشرعية والأموال الشرعية ويقومون بتوزيعها في ضمن الموارد التي أذن لهم الإمام فيها. هذا أمر كان عليه الإمام لمواجهة أصل الانفصال عن قواعده الشعبية. طبعا هذا نظام الوكلاء والوكالة معقد، والإمام سلام الله عليه سينقعد عدل بابا، والإمام عمل على هذا الأمر بعمق، بحيث اختار شخصيات فذة لها مثل هذا الفكر الحصيف التي يمكن من خلاله توجه القواعد الشعبية. وهناك مثل ما قلت لك عمق في المسألة، لكن أنا أعطيتك الإطار العام. ولذلك إحنا نشوف اليوم الفقهاء لهم وكلاء، لهم وكلاء، هؤلاء الوكلاء يقومون بهذه الوظائف الشرعية، وهذا من أيام الأئمة إلى يومنا هذا، ووظائفهم لا يمكن أن تكون تحت رعاية دولة زمنية أو سلطة زمنية أو دولة وضعية. اليوم إحنا نسمع لما هجر الشيخ حسين النجاتي، البعض يقول أنه هذا ما عنده نشاط مكشوف، نشاطه لم يخضع لرقابة الدولة. هذا إحنا كطائفة نرفض هذا الكلام رفضاً باتاً. وعدنا في البلاد عشرات الوكلاء، في كل بلد في البحرين وغيرها عشرات الوكلاء للمراجع، ولا يمكن أن يكون نشاطهم خاضعاً لرقابة دولة أو سلطة زمنية. فهذه الحجة وعرف جرت عليه الدول، يعني دولة البحرين وغيرها من القديم من الأمراء والملوك والسلاطين في كل البلدان الإسلامية على أن لا تتدخل في خصوصيات هذه الطائفة، لا تتدخل في خصوصياتها الدينية ونشاط وكلاء المراجع. وهذا اعتداء سافر على وكيل السيد السيستاني، أكبر مرجع في العالم الإسلامي. هذه ملاحظة فقط عابرة أردت أن أسجلها، ولكن أرجع أقول من ضمن الأمور التي اتخذها الإمام الهادي للحفاظ على الكتلة المؤمنة والاتصال بها بنظام الوكلاء. بعد هناك خطر محدق بهذه الجماعة المؤمنة يرتبط بأصل الإمامة ومعتقد الطائفة نفسها، لأنه بإبعاد الإمام في الواقع الدولة العباسية قامت بخطوة جدا نعبر عنها حمقاء، سفيهة، غشيمة بتعبيرها، أرادت أن تبعد الإمام عن قواعده الشعبية حتى تفصل القاعدة عن قيادتها، لكنها ساعدت في إيجاد مناخ جديد لمركز الإمام لتهيئة الأجيال والناس على مسألة غيبة الإمام الحجة. شلون؟ تعود الشيعة من زمن الإمام علي سلام الله عليه إلى زمن بقية الأئمة
إلى زمان الإمام الهادي وزمان الإمام الجواد، أن تتصل بالقيادة مباشرة، تأخذ تعليمات من الإمام مباشرة في حالة ظهور وشهود. الآن يوجد ظرف استثنائي ستعيشه الأمة بعد شهادة الإمام الحسن العسكري، والإمام يعرف هذا الظرف، وهو أن الإمام المهدي عجل الله له الفرج الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا سيختفي عن الأنظار أو عن أكثر الناس من شيعته. ففي هذه الحالة هذا الاختفاء سيسبب أزمة ومشكلة حادة عند الجماهير التي تعودت لقاء قيادتها بنحو فيه شهود وظهور. هذا المناخ عاش 20 سنة القواعد الشعبية تتصل بالإمام الهادي من خلال الوكلاء، هذا يقوم بعملية تهيئة الأجواء، أرادوا شيئا وأراد الله شيئا. فلذلك الإمام الهادي أراد أن يعود الناس على مسألة أن يتصلوا بوكلاء الإمام وهو حي، ثم بعد ذلك يتصلون بوكلاء الإمام العسكري، ثم يتصلون بوكلاء الإمام الحجة. هذا كله من بركات مولانا الإمام الهادي سلام الله عليه. في هذا الإطار يوجد مشكلة حادة وخطرة، وهي تفكير أجهزة الدولة العباسية والأجهزة التي تتحسس وتتجسس مكامن الخطر من مسألة ظهور المهدي المنتظر. في تقديرهم ولو بحساب مادي قد لا يؤمنون بالإمام الحجة، بعض قياداتهم وحكامهم كالمنصور الدوانيقي يروي روايات خروج المهدي المنتظر، لكن بعضهم بحساب مادي يقول لك دولة عندهم تفكير أن الإمام الثاني عشر يطلع يملأ الأرض قسطا وعدلا. خب ما راح يطلع الواحدة، يطلع يا جماهير، يطلعون ويا ناس، هؤلاء بلا شك سيشكلون خطرا على الدولة العباسية، لأن الآن هي الدولة العباسية والإمام لم يحرك يده، الإمام المعصوم عندهم، وهناك ثورات عارمة في كل أرجاء المملكة الإسلامية، فإذا حرك المعصوم يده كان الخطر أعظم وأفظع. فكان عندهم تفكير أنه إحنا نصفي المهدي قبل أن يولد. شلون؟ قالوا نقتل ولد الإمام الهادي، يعني والد الإمام المهدي، لأنه وصلنا إلى الإمام الثاني عشر فأصبح الإمام العاشر، فأصبح الأمر وشيكا وقريبا. فهكذا كانوا يعملون. فمن هنا أرادوا قتل الإمام الذي سيكون بعد الإمام الهادي، يقتلوه في حياة أبيه، في حياة أبيه، حتى لا يتزوج ويولد له ولد يقال له الحجة المنتظر. ماذا يصنع الإمام الهادي في ظل هذه الفكرة الخطيرة من الأجهزة؟ تعرفون أنتوا أجهزة المخابرات، أجهزة التحسس والتجسس، أخطر الأجهزة وأوسخها وأقذرها في كل العالم. أوسخ جهاز هو هذا الجهاز الذي لا يعبأ بدماء الناس أبدا، ولا يعبأ بالحرمات، وليست عنده خطوط حمراء، فهو يتجاوز كل الخطوط. الإمام أمام هكذا جهاز، أنتم تشوفوا أجهزة المخابرات الدولية الآن والإقليمية وغيرها، تشوفوا شلون الإمام كان يتعامل مع هكذا الجهاز وأوسخ من ذلك. كان اليوم شوي في تطور، كان في عصره جهاز الدولة العباسي أقذر جهاز وأوسخ جهاز في تصفية الخصوم.
وكان الخليفة منهم يقتل أبناء عمه، بل واحد منهم يقتل أخاه. وهذه سياسة هارون الرشيد اللي قال له ولد المأمون أنت لو تفكر في الملك وأنا حي أقتلك، إن الملك لعقيم. هذه الفكرة مع أولادهم، أنت شايف اليوم الولد يشيل أبوه والأخ يشيل أخوه وهكذا يكون. إذن المسألة في تفكيرهم مع الإمام الهادي جدية، مع فكرة من يملأ الأرض قسطا وعدلا، مو مسألة تحليل سياسي ومسألة تحليل تاريخي، بل هي مسألة جدية حاسمة. فماذا صنع الإمام الهادي لحفظ قيادة الجماعة الصالحة والفكرة والمحافظة على أمل الناس؟ الناس كيف تعيش هذا الأمل؟ أما إذا علمت أن إمامها الثاني عشر قد قتل، صار الإحباط يتسلل إلى كل النفوس، وبعد بطلت الإمامة في هذه الحالة، يبطلها معنى الإمامة. ماذا صنع الإمام؟ عنده إجراءات. أحد هذه الإجراءات التي قام بها أخفى ولده الإمام العسكري اللي يريدونهم يقتلون الإمام من بعده، أظهر ولده السيد محمد اللي يسمونه سبع الدجيل، السيد محمد أبو جعفر، لأن الإمام الهادي عنده خمسة أولاد، عنده السيد محمد وعند جعفر التواب وعند الحسن العسكري وعند الحسين وعند أيضا السيدة علية، لعله هذا المتفق عليه. السيد محمد هو من أولاده، قيل أكبر أولاده، وعند أيضا الإمام الحسن العسكري وهو أجل من أن نتكلم عنه بسطور عابرة، معروف الإمام سلام الله عليه، وعند الحسين. ولذلك يكفي يقول الشيخ عباس القمي في جلالة قدره هذا السيد الحسين ابن الإمام الهادي أنه هو وأخوه، يعني الحسن والحسين، الحسن العسكري وأخوه الحسين، سميا وكنيا وشبها بسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، فهما في جلالة القدر بهذه المرتبة. فالحسين شبيه الحسين الشهيد الصب، هذا من جلالة قدره. وأيضا قيل في تعريفه أن صوت الإمام الحجة عجل الله له الفرج يشبه صوت الحسين ابن الإمام الهادي، صوت الحسين عمه، يعني الإمام الحجة صوته يشبه صوت الحسين عمه. أعدنا أيضا جعفر التواب وقيل الكذاب، وهذا بحث طويل ليش سمي هكذا. أعدنا السيدة علية، كلامنا في السيد محمد، أظهره الإمام وكان عالم، عالما فاضلا كاملا من فضله وتقواه ومعرفته وسيرته الحسنة، تصور الشيعة كثير منهم أنه هو الإمام من بعد أبيه. الإمام أظهر للخواص أن الإمام من بعده هو أبو محمد الحسن العسكري وليس السيد محمد أبو جعفر، ولكن ظهر للشيعة لأن الإمام أخفى ابنه أبا محمد الحسن العسكري وأظهر ابنه السيد محمد أبو جعفر، ففكروا على أنه الشيعة. أجهزة التحسس والتجسس في الدولة العباسية أيضا رفعت التقرير أن الإمام من بعده هو السيد محمد، يعني الشخصية التي سوف تسدد سهام الغدر والخيانة إليها
الشخصية الظاهرية أنها إمام هو السيد محمد سبع الدجيل، فلذلك سينجو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ومن هنا بالفعل قالوا أن الإمام في خروجه إلى منطقة بلد، وكانت مكان فيه بساتين للعلويين موقوفة عليهم، كان الإمام الهادي يديرها، كان ولده هو يمينه التي تدير تلك الشؤون وتلك الأملاك. فلما كان هناك قتلوه، قدموا له السم أو غير ذلك، اغتالوه ظناً منهم أنه هو الإمام من بعد أبيه، يعني راح تصير حالة إحباط الآن للجماهير الشيعية التي تؤمن بالإمام ومبدأ الإمامة. ولما ظهر هذا الأمر وإذا بالإمام الهادي يأتي من سامراء إلى داره في منطقة بلد، في هذه المنطقة يأتي الناس يعزونه، يجتمع 150 هاشمي يعني من بني العباس أكثرهم. ليش هذا العدد يجتمع؟ حتى أولا يوجد نوع من الإحباط ويتعرف على حالة الإحباط التي عليها الجماهير الشيعية، وهم بحجة يعز الإمام يقولون في هالأثناء لما يعز الإمام سلام الله عليه وإذا يخرج عليهم الإمام أبو محمد. كان الإمام الهادي جالس على كرسي والناس تعزي قواد وغيرهم، يطلع الإمام مشقوق الجيب حاسر الرأس باكي العينين، فلما رآه أبوه وقد جهز السيد محمد قال له يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. يخاطب ولده يقول له أنت اشكر الله، أحدث لله شكرا فقد أحدث لك، أحدث فيك أمرا، أو في رواية أخرى بدا لك فيه أمر. طبعا هذا البداء يراد به ليس البداء في الإمامة، وإنما يراد به أنه كان من المقدر في أعين الناس مو في عين الله أن الإمام ابن سيد محمد، لكن هو الإمام الواقع. أنت الآن ظهر للناس من هو الإمام. يقول الراوي وكان من رواة المحدثين الشيعة، يقول ولم نكن نعرف له ولد بهذا السن، عمره 22 سنة أو 20 سنة، ولم نكن نعرف أن له ولد وهو أبو محمد يعني الحسن العسكري سلام الله عليه. عرفنا الأمر ذلك اليوم قبل شهادة الإمام بسنة، يعني هو هذا يوم شهادة ووفادة السيد محمد قبل سنة، وبعد ذلك يكون الأجهزة تعيد حساباتها العباسية وبالفعل تريد تفتك، ولكن هذه المرة تفتك بمن؟ بالإمام الهادي. إذن الإجراء سريعا حتى لا أطيل عليك، الإجراء الذي اتخذه الإمام سلام الله عليه للحفاظ على ولده ومبدأ الإمامة وبالتالي على عقيدة الجماهير المؤمنة وعلى الدينام الذي يغديها بالروح وهو سلامة الإمام، جعل ولده الآخر فداء لولده الإمام، لأن كل شيء هو فداء للإمام. ومن هنا حافظ على ولده الحسن العسكري. بعد من ضمن الخطوات التي كان الإمام يرعى بها الجماعة المؤمنة أنه إذا استطاع كما في قبل هجرته يزور الشيعة
ويحل مشاكلهم وأزماتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. مثال على ذلك يدخل على أحد أتباعه، ينقل الإمام الحسن العسكري عن أبيه أنه دخل على رجل مريض يحتضر عند الموت، لكن كان هذا المريض يبكي، يحتضر وقت الاحتضار يبكي، يبكي على فراق الدنيا خوفا من الموت. وهذه أزمة، تعرف الحزن شلون ينزل على الإنسان وقت الموت، هذا الأمر الحزن ينزل على الإنسان وقت الموت، يشعر نفسه بفارق الأحبة وغيرهم، خايف من الموت، مصير ما يدري عنه. يدخل الإمام عليه يقول له: يا هذا، لم تخاف من الموت؟ إنما تخاف من الموت لأنك لا تدري ما الموت. شوف الإمام شلون يرعى هذا ويحن عليه ويلتفت إليه. قال له: يا هذا، إنما الإنسان في هذه الدنيا إذا أراد ينتقل منها إلى ما بعد الموت، إنما هو متسخ قذر، يعيش القذارة، فالموت بمثابة حمام لإزالة تلك الأوساخ وللقضاء على بقية السيئات، فإذا انتقل فإنما يستتم نظافته ويلقى بعد الموت ما لا يحصى من ثواب ومن نعيم. فهذا يقولون هدأ ونشطت روحه وطفي وهو مسرور، لأن الإمام بشره بالكرامة بعد الموت، إذ أنه من المؤمنين. فالمؤمن لا يعبأ بما بعد الموت. ليش لا يعبأ؟ لأنه سيفد على الله، سيفد على من يبقيه. هذا إجراء آخر الإمام سلام الله عليه لرعاية الجماعة المؤمنة، أكد على ارتباطهم بمنبع النور. شلون يرتبطون بمنبع المعرفة؟ مثلا